وقد شهد معرض البحرين الدولي للطيران إقبالا كثيفا من الجمهور من داخل البحرين وخارجها. وأشاد الجمهور بالتنظيم المميز لهذا العام وسلاسة الحركة المرورية، وأعربوا عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من عروض جوية. آلاف التذاكر قطعت والعدد في ازدياد، فقد طال انتظاره وفتحت أبوابه، فالصغير أشد حبا للطائرات قبل الكبير، وعروض صارت وجهة الزوار قبل المواطنين، والدليل هذه الطوابير. أنا وايد أحب طيران الإمارات، والـ 380 ركبتها من قبل، بس الحين لما تركبها وأنت غير مسافر تستكشفها أكثر، فودي أشوفها يعني وأنا غير مسافرة، بس نطلع على الطيارة ونشوفها. المعرض هالمرة يعني هالسنة وايد منظم، حتى الشوارع من برا وايد منظمة أحلى من كل مرة، يعني في تقدم في المعرض وايد حلو. أظن أن معرض البحرين بمستوى المعارض العالمية من ناحية نوعية الاحتفالات وأنواع الترفيهات الموجودة الفريدة من نوعها. معرض البحرين الدولي للطيران يستقبل زواره بضيافة القهوة العربية، شغف كبير دفع بهذه الحشود للحضور ليكونوا على موعد مع الإثارة والدهشة ولأن يكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي. طبعا هذه مو أول زيارة لنا المعرض، هاي المعرض فرصة عشان الكل يعرف شنو البحرين عندها عشان تقدم، فرصة حق شركات الطيران تعرف موقع البحرين بالنسبة حق باقي العالم. شيخ ايش رايك في المعرض؟ حلو. بعد شنو اكثر شيء حبيتيه في المعرض؟ هاي الطيران. بعد القمعة، احب فرسان الامارات. كل سنة قاعد نشوف الأفرقة قاعد تشارك بلمسات جديدة، الأفرقة المشاركة عندها إبداعات جديدة مثل الفرقة السعودية والإماراتية قاعد يعطون عروض مميزة سنة عن سنة. نجاح بدت ملامحه حتى قبل أن يبدأ عندما تم الإعلان عن بيع 30,000 تذكرة، ناهيك عن إعلان وفود الطائرات المشاركة مدنيا وعسكريا. وحتى هذه اللحظة لا يزال الجمهور يبتاع التذاكر من محل بيعها، فلا أحد يريد أن يفوت ما جلبه معرض البحرين الدولي للطيران، حتى بات من المتوقع أن يصل عدد الجمهور إلى 40,000 زائر، أي ضعف النسخة السابقة. بسام البدوي، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.